لا اليوم ما في جيمز، حيكون فيديو خفيف وبسيط إن شاء الله ينال على إعجابكم. خلونا نسمي بالله ونشوف إيش اللي حيواجهنا في هذا الفيديو. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير. وخلونا نتسلى في موقع اسمه أريل مي، اختبار العمر العقلي. طبعا أي واحد ممكن يكذب وعادي، يعني هذا بينك وبين نفسك. فيقول لك هنا إحصائيات اليابان، سنغافورة، هولندا، المملكة المتحدة إلى آخر. راح أحط عمري، لا أحد يشوف يا جماعة. عمري 19 20 21 21 21. أوكي، أنا شخص لدي حدود الدنيا. قديش حدودي في الدنيا هذه؟ عندي حدود ولا ما عندي حدود؟ عندي حدود. ليش؟ أنا مين؟ لا أريد التفكير بالأشياء المعقدة. والله هو يعتمد على حسب الشخص والأشياء اللي يواجهها. عن نفسي أحب الأشياء المعقدة. نعم أحب الأشياء المعقدة. أقضي معظم وقتي في إنستغرام، تويتر، موقع يوتيوب، واتساب، فيسبوك، ولا واحد يوتيوب. أوكي أنزل مقاطع بس أتابع، لا أفلام مسلسلات، بعيد عنه. غير ذلك أوكي. سماع الموسيقى. إيه هاك الموسيقى. طيب 5%. الدموع تفيض من عيوني غالبا. الدموع والله صراحة إنسان مفلم، أقدر أكذب. طيب بعض الناس تخبرني أنت مثل رجل امرأة في منتصف العمر. لا والله كل واحد يشوفني يعطيني 17 18 19 سنة ما يدري أنه عمري 27 أو 28 بالهجري. لا لا ذا ولا ذا. طيب أنا غالبا أغضب. نادرا أغضب، أنا عندي كنترول ما شاء الله. أنا غالبا أغضب. لا أحب أن أكون صديقا مع من هم أكبر مني بالعمر. أنا بتاع كله، كبير وصغير عادي، يعني طالما أنه الشخص واعي وذكي فالعمر مجرد رقم. لا لا ذا ولا ذا. طيب أنا غير سعيد بنهوضي باكرا في الصباح، بالعكس أكثر واحد يصحى مبسوط. أنا غير سعيد، بالعكس أنا سعيد. والله في 60% غير سعيد. أهتم بثيابي وتسريحة شعري. والله على حسب، إذا الشعر طويل ومنكوش محتاج يتربط بربطة بشيء نقول نعم أهتم بثيابي وتسريحة شعري. أحب الملابس وأحب ثياب الشي وأحب الشعر. أوكي. أشجع نفسي هيا حين أنهض كل صباح. أوكي في ناس تصحى قرفانة من نفسها، في ناس تصحى يا ويل حالي وراي مشوار. أشجع نفسي. طب أنا عندي أشياء ثانية غير تشجيع نفسي يا أخي. طب أنا ممكن مشجع ومهيا، يعني ممكن حاجة ثانية تستناني بس وماله. أشجع نفسي نعم. أعرف ما هو كل الواقع وهو الوهم، وكل الوهم هو الواقع. الوهم واقع والواقع وهم. هو أوكي الوهم مو موجود بس موجود في واقعنا. هو ما له وجود أصلا بس يعتبر موجود لأننا إحنا اخترعناه وعرفناه. أوكي نعم يلا أي شيء. أتصرف دائما قبل التفكير. هذا اللي يستعجل. الله وقات الواحد يدرعم. سأبقى صاحيا قبل رحلة طويلة. على صراحة إذا في حاجة بعد 3 ساعات وصاحي من أول ما نام. نعم لا أعرف ما هو الرائج والشائع بين الشباب. حسب والله حسب الأذواق. نعم لم أعرفه مطلقا. لا أعرف الرائج بين الشباب بس ما أسوي زيهم. 70% لدي حلم. حلم واحد؟ لدي أحلام أنا ما تنتهي. تعرضت لبعض المصاعب في حياتي. الكل واحد عمره 3 سنين يقول لك ايه والله انا واجهت اصعب شيء في حياتي، قاعد تحاول اني احبي، قاعد تحاول اني انطق حرف السين بدال حرف الثين. نعم لبعض المصاعب في حياتي. اوكي كله 91%. بعض الاحيان اهدر المال والوقت والطعام. لا لا صراحة انا ما اهدر، انا احب اروح للاشياء اللي فيها انخفاض في السعر بحدود المعقول.
بقيمة الشيء قديش هي تستحق. وبالنسبة للأكل والله الصراحة أنا إذا كان في أكل زايد ما قصر، أرمي للطيور، للحمام، للبسس، أو أعطي غيري. لا لا ما أرمي الأكل أنا، بعض الأحيان أهدر المال والوقت. لا 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 وين أهدر يا عمي، أستطيع أن أضرب صرصور بالكتاب يا عمي بوكس وخلصنا. إيش اللي بالكتاب؟ لا لا أريد أن أعيش وحيدا. والله اللي يعيش وحيد يكون مرتاح بس يوسوس. نعم لا للعيش لوحدي، لا عقدي عيش لوحدي ولا عيش مع الناس إذا ما كانوا كويسين. أريد أن أكون أكبر وأشيخ، سأصبح شيخا. بعدين تجيني الشيخوخة. لا أريد أن أكبر، خليني صغير. أحيانا أستمتع بالضحك على الناس، على أناس آخرين. لا أنا ما أحب أضحك الناس، لا. أفضل البقاء في المنزل على الذهاب في رحلة، حسب الرحلة. طب هذه الرحلة ممكن تغير حياتي، بس أنا أفضل المنزل، بيتوتي شوية. لا أستمتع بقراءة الكتب. غلط، مين قال؟ أنا عندي هنا رواية لويليام شكسبير تاجر البندقية، وفي كتاب أخذت منه أشياء في الدبلاجي اقتبست منها، اسمه في عقيدة اليهود، في عقيدة الحب كلنا يهود. فايش لا أنا أحب أقرأ كتب، قرأت روايات وليام شكسبير كثير وأنا مش شكسبير. أوكي لدي خطط مستقبلية للسنين القادمة. أكيد يا عمي، حتى لعمرك 100 عندك خطط مستقبلية لأحفاد أحفادك. نعم أحيانا أحب أن أغني. لا أنا ما أغني، أنا مؤدي صوت، فويس أوفر، فويس أكتر، ما مو سينجر. سينجر أوكي. أفضل أن أعيش في الريف على أن أعيش في المدينة المزدحمة. هلا أنا حتحمل ضغوطات المدينة ولا أروح الريف وما حد داري عني. لا عادة ما أنخدع من قبل الآخرين. هو شوف أنا ححط له هذا ولا هذا، ليش؟ لأنه أحيانا أنا أسلك، أجامل، أسوي سكيب، يعني أشوف نهاية الشخص فأسوي له هذا ولا هذا. أوكي أنا عاطفي جدا. من ناحية العاطفة والله العاطفة هذه صفة بشرية، غلبتنا العاطفة. في ناس منطقيين، في ناس عاطفيين، في ناس عقلانيين. العاطفة دمرت حياة ناس كثيرة صراحة، اتخاذات القرارات العاطفية اللي بدون عقل جابت أم العيد للأسف. نعم كثيرين عاطفيين، 64%. أستطيع أن أكون سعيدا فقط عندما أمشي وفق خططي. وفق خططي أكيد، لأنه أنا عارف إيش أبغى وعارف لوين رايح، طريق معروف أحسن من المجهول. لن أفوت أبدا موعدا نهائيا. أوف أنا إنسان أقدس المواعيد. نعم جنسي هو ليس مما سبق. واو طيب في ناس حطوا ليس مما سبق. عمرك العقلي هو 30 سنة. واو أوكي يعني تقريبا جابها صح. لا أنزل عمري 28 بالهجري 27 بالميلادي، هذه أول مرة صرح بعمري. هاي اللي حسب عمري 19-20. أوكي جحفلتكم. طيب ولدت عام 92 كيس ماشي. وهنا يقول لك يعني بعض الاستبيانات، بعض الأشياء يعني أناليسيس، تحليلات من دول ثانية، وحسب لكم الرابط في التعليق الأول مثبت. يعطيكم العافية وراح نرجع للجيمز. حبيت أسوي حاجة مختلفة وإن شاء الله تعجبكم. كان معكم حسام، في أمان الله.